عند الوعد ديالنا فوعدناكم في فقره امومه لها النهار اليوم مع الدكتوره ناديه مزيان مسوكين غادي نخصوها بالكامل لعضو واحد عضو لربما يمثل المراه هو ماشي يمثلها لكن هو رمز للانوثه ديالها هو المهبل المهبل عليه بزاف ديال الاشاعات وتيتعرض لبزاف ديال التحولات والتغييرات الفيزيولوجيه اليوم بغينا نتعرفوا عليه بطريقه طبيه وعلميه محضه كذلك بغينا نعرفوا كل ما هو جديد لعلاج هاد العضله او هاد العضو اللي تيتعرض لبزاف ديال المشاكل. صباح الخير دكتور. صباح الورد. فعلا موضوع مهم وما كنتكلموش عليه بزاف، هنا فرصه باش نعطي واحد المعلومات اللي مهمه. هو عضو داخل في الاعضاء ديال الجهاز التناسلي. دونك باش نفسر، دونك هنا كنتكلموا بزاف على الرحيم، كنتكلموا بزاف على الوالده، كنتكلموا بزاف على المبيضين، على القرون وعلى العنق ديال الرحيم، وما كنتكلموش بزاف على المهبل. المهبل عضو مهم عنده بزاف ديال الادوار، منه غادي يخرجوا غتخرج الدوره الشهريه، منه غادي تقدر السيدات تمارس الحياه الزوجيه ديالها بسلام، منه غادي تقدر تحمل، من هنا كيدوزوا الحيوانات المنويه باش السيده تحمل، ومنه غادي تقدر السيده تولد ولاده طبيعيه. عضو اللي كيقدر يمرض، يعني كاين المشاكل اللي كتصيب العضو يعني ديال المهبل. المهبل في الحاله الفيزيولوجيه هو عضو اللي فيه واحد التوازن اللي كيعطينا مع الوقت ملي البنت كتبلغ غيعطينا الافرازات المهبليه، وهذا التوازن مهم هو اللي كيقي المهبل ضد التعفنات، ضد الالتهابات، ضد واحد العدد ديال المشاكل. والمهبل كيقدر يمرض بحال اي عضو في الجسم، يقدر يتعرض للالتهابات خصوصا ملي الافرازات المهبل كتنقص بزاف، او لا كيكونوا يعني هذه الافرازات تتحمي هذا المهبل، كتحمي هذا المهبل ضد الالتهابات، ضد الميكروبات. يعني كاين التهابات، كاين الميكروبات، كاينين الاورام، كاين الاورام اللي تقدر تكون حميده كاكياس، كاين الاورام سرطانيه واخا قليله يعني. ومع الوقت كاين المهبل اللي غادي يبان يعطينا علامات انه فيه مشكل. دونك شنو هما هذه العلامات؟ اما مشكل الافرازات كتقدر تكون تعفنيه، او لا السيده كتحس كنسميوه لانكونفور فاجينال، كتحس براسها ما مرتاحش طيبة. ما مرتاحش، او لا كيبدا يدوز بالدم. دونك هنا المساله واضحه، غنمشيو لعند طبيب ديال امراض النساء والتوليد. الفحص ديال المهبل كيكون ممكن عند البنت، عند السيده ملي كتزوج. البنت البكر غير ممكن، ما نقدروش نفحصوا حيت كاينه البكره. دونك الفحص ديالو سهل، يعني من المشكل ديال يعني كاين عندنا اعراض غنوصلوا بسهوله للتشخيص، كنشوفوا المهبل اشنو فيه. افرازات تعفنيه غادي نعالجوه، التهابات غادي نعالجوه، عنده حل دكتور، كل شيء عنده حل. اننا نكسروا التابوهات ونمشيو نتكلموا مع الاطباء المختصين في الامور فعلا باش نعرفوا ان العضو كيمرض خاصو تشخيص وخاصو علاج. مع الوقت كاين سيدات اللي كيتشكاو في حقا جوج المشاكل كيتشكاو منهم السيدات بزاف، اما الافرازات المهبليه الكثيره فيزيولوجيه ولكن كثيره، والعكس يعني الافرازات المهبليه قليله بزاف. دونك هنا ثاني خاصنا تشخيص، خاصنا نشوفوا علاش، واش المشكل هرموني او لا المشكل عنده علاقه مع المناعه ديال السيده او لا المناعه ديال المهبل. مع الوقت اشنو غادي نلاحظوا؟ كاين سيدات اللي غادي يبداو يتشكاو من ارتخاء ديال المهبل، يعني حتى المهبل يبخون دو لاج، يعني يبخون دو لاج فعلا بحال تتاثر من مرور السنوات، من السن حيت الخلايا كتبدا كتبدل مع المده، والمهبل كيقدر يترخى. السيدات باش كيحسوا ان كتقول لك شي حاجه نازله، شي حاجه كنحس بها متقل عليا، دونك كنمشيو لعند الطبيب باش كيكون فحص مدقق، وغادي نسطر على مدقق حيت عندنا المهبل والقدام شنو كاين؟ كاينه النبوله، الوسط كاين الرحيم، كاين الوالده، ومن اللور ديال المهبل كاين المخرج. باش كنشوفوا كيفاش غنعالجوا هذا المشكل ديال الارتخاء، واش غادي نعطيو ادويه المشكل انتهى، واش غادي نعطيو ترويض ديال العضلات ديال المهبل والمشكل انتهى، لانه كاين هناك ترويض لعضلات المهبل، كاين ترويض ديال عضلات المهبل باش المهبل كيتجمع. اولا خاص كاين يعني الاعضاء نازله، كاين اللي كنسميوه تكلمنا عليه شحال مره لو برولابسوس اوروجينيتال، اللي خاصه عمليه جراحيه غادي الطبيب يتكلم عليها. كاين سيدات اللي غتعالج ولكن المشكل باقي مطروح، كاين سيدات اللي ما خاصهاش عمليه جراحيه
دونك فينا هو الجديد؟ الجديد هو اللي غنتكلموا عليه اليوم، هو اللي جبتيه لنا دكتوره ناديه مزيان متوكل، يعني العلم تطور وكاينين حلول نون انفازيف، يعني ما فيها لا جراحه لا حتى شي حاجه، واللي تقدر تساعد هاد السيدات انهم يسترجعوا مهبل طبيعي سليم في صحه جيده. دونك هاد الوسائل هاد التقنيات الجديده فين كتشتغل؟ كتشتغل في لا باغوا فاجينال، يعني في الغشاء ديال المهبل، حيت كنعرفوا انه فيه عضلات طبيعه الحال اللي غنخدموهم بلا ريدوكاسيون الترويض ديال عضلات المهبل، ولكن الغشاء ديال المهبل احنا داويناه ولكن باقي فيه المشكل. دونك هاد الاجهزه بحال كتحفز العضلات ديال المهبل وخصوصا لي فيبر الاستيك لي فيبر دو كولاجين، باش كتبدا كتخدم، باش كتبدا كتكون اكثر، باش المهبل كيسترجع الحاله الصحيه ديالو جيده. كاينين ثلاثه ديال التقنيات، كاين بدون دعايه، هنا مسائل خصنا نتكلموا عليها، كاين لو لازير فاجينال، كاين لا غاد لازير اللي تستعملوا البشره ديالنا، تستعمل كذلك المهبل، تقنيه خاصه بالمهبل لو لازير فاجينال. كاينه تقنيه اخرى سميتها لا راديو فريكونس، وكاينه تقنيه اخرى سميتها لو ايفو فاجينال اللي كيستعمل لي زولتراسون. لي زولتراسون يعني هو ماده فيزيائيه اللي كتوضع بطريق اله داخل المهبل، باش كيبدا المهبل يسترجع الصحه ديالو، اللياقه ديالو، السمك ديالو، الافرازات الفيزيولوجيه ديالو، والسيده كتولي في حاله صحيه جيده، كيبقاوش المشاكل مطروحه. شكرا لك دكتوره ناديه مزيان متوكل، اخصائيه في امراض التوليد والنساء هنا بمدينه الدربيطه. وهذه التقنيات موجوده في المغرب ياك دكتوره؟ موجوده في المغرب، في المصحات، عند المصحات، في العيادات موجوده. واضح، شكرا لك. الثمن ديالها يعني مناسب؟ مناسب على حسب التقنيه وعلى حسب الكلفه ديال الاله اللي خاصها يكون تشخيص دقيق ومزيان. تشخيص مهم باش نعالجوا المشكل بطريقه مضبوطه. شكرا لك دكتوره ناديه مزيان متوكل. بقاو معنا مشاهدينا، نمروا اللحظه لفقره حميه ولاله ماريا بن جلون، بقاو معنا.